بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده عزيزي ختام بطوله كاس الامم الافريقيه للسيدات اللي اتلعبت في المغرب 2022. الصراحه البطوله مميزه جدا، وصراحه تاني يا عزيزي لو انت عايز المنتخب المغربي ياخد البطوله اعمل لايك وسبسكرايب. يمكن الطريقه البلدي دي تجيب معاك لمؤاخذه، لان انا بقول لك اعمل لايك في نهايه الفيديو وانت ما بتكملش معايا لنهايه الفيديو. موضوع المنتخب المغربي للسيدات امام منتخب جنوب افريقيا هو محتاج دراسه شويه، لان بعد ما شفت النتائج بتاع الماتشات النهائيه اكتشفت ان منتخب جنوب افريقيا وشه حلو على كل منتخب بيلعب معاه في النهائي. يعني جنوب افريقيا لعب مع غينيا الاستوائيه 2 نهائيات وخسرهم بسم الله ما شاء الله، ولعب مع منتخب نيجيريا حوالي 3 نهائيات وخسرهم. يعني منتخب جنوب افريقيا بسم الله ما شاء الله كان موجود في 5-6 نهائيات ما كسبش منهم ولا واحده. طب يا عم ما جاتش على الاخوه المغاربه، يعني جت على منتخب المغرب يعني وهتقفل معاك؟ ما انت كان وشك حلو على منتخب نيجيريا وكان وشك حلو على منتخب جنوب افريقيا. والصراحه عزيزي انا اتمنى المنتخب المغربي هو اللي ياخد اللقب، صراحه اتمنى ان المنتخب المغربي يحط اسمه كده ما بين غينيا الاستوائيه وما بين نيجيريا. ما فيش حد تالت خد البطوله غير نيجيريا وغينيا الاستوائيه؟ لا والله ما فيش. بيه انت هتكون اول بطل غير نيجيريا وغير غينيا الاستوائيه سعادتك. يعني في تاريخ منتظر؟ في تاريخ منتظر، حتى لو لا قدر الله جنوب افريقيا خد البطوله هيبقى برضو في تاريخ منتظر. بس بصراحه يعني كتيبه بيدروس وغزلان الشباك يستاهلوا ان هم ياخدوا اللقب بصراحه. يعني بس حد يصحي بيدروس من النوم ويقول له النبي غير بدري بس معلش عشان خاطر في لاعبات عندك بيتعبوا بدري، ومعلش برضه حد يقول له رزيلة العيان ان ربنا يكرمها وهي بتلعب سترايكر ما تفضلش تروح يمين او تروح شمال عشان خاطر ما تسيبش العمق فاضي. معلش يعني ده حد ممكن يوصل لبيدروس الرساله دي قبل الماتش بثمان ساعات؟ يعني الماتش هيتلعب النهارده الساعه 10 بالليل وهيتذاع على قناه الرياضيه المغربيه. طبعا الرياضيه المغربيه ما بتجيش عندنا على النايل سات، وحتى لو بتيجي على النايل سات انا بصراحه بتفرج على الماتشات في حته تانية. انت بقى عايز بتتفرج فين؟ وبصراحه نفسك مين اللي ياخد اللقب سواء كنت مغربي او غير مغربي؟ بس بصراحه اللي عاملينه سيدات المغرب في البطوله دي يستحقوا الدراسه، وبصراحه الجيل ده يستحق ان هو يطلع واخد اللقب بصراحه. الجيل اللي فيه نهله النقاشي واللي فيه رزيلة العيان واللي فيه سناء مسودي واللي فيه سلمى واللي فيه سناء سعودي، في لعيبه كتير في المنتخب المغربي يستاهلوا بصراحه ان هم يطلعوا واخدين البطوله، بدايه من حارسه المرمى خديجه الرميشي للاثنين مساكين حنان ايات الله وكمان المرابط، مش عارف واحد بينسى اسم المرابط دي، بس مش مهم. المهم عزيزي ان هم فعلا جيل مميز جدا ويستحقوا ان هم ياخدوا بطوله كاس الامم الافريقيه، ويستاهلوا ان هم تكون نسخه 2022 في المغرب وهم ابطالها. ان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي يعمل الصح، وانت عزيزي اعمل الصح لو الفيديو عجبك، ولو ما عملتش الصح لو الفيديو عجبك برضه الصح بالنسبه لنا تقول رايك سواء عجبك او ما عجبكش. أنا المؤاخذة كل واحد ليه رأيه، ممكن الفيديو يعجبك أهلا وسهلا بيك في القناة، ما يعجبكش برضه أهلا وسهلا بيك في القناة، كانت صدفة سعيدة عزيزي.